النهارده جريده الوطن متابعه قضيه كابتن ابو تريكه على لسان هشام على لسان هشام عبد ربه محامي ابو تريكه. قال لجريده الوطن انه تقدم النهارده بتظلم تكميلي للجنه حصر اموال الاخوان بعد رفض تظلمه الذي قدمه في 7 مايو الجاري. وقال ان احنا قدمنا اقرارات ضريبيه عن السنوات من 2010 ل 2015 علشان نثبت ان مصادر اموال ابو تريكه مشروعه وقانونيه. وقال انا مستغرب ان احنا نخطر بقرار التحفظ عن طريق الاعلام. ولما راح ابو تريكه البنك علشان يسحب فلوس قالوا له لا، قال لهم طب عايز حسابي صوره من رقم من حساباتي، قالوا له اسفين انت بلوك، انت مقفول عليك في تحفظ على اموالك.